بحث المشاكل المالية والخدمية والاقتصادية أهم النقاط التي بحثها وفد رئاسة الوزراء مع حكومة البصرة المحلية، حيث تولى الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق اجتماعا طارئ شكلت من خلاله 5 لجان مركزية لمتابعة المشاريع في المحافظة. التحديات والمشاكل التي تواجه أهالي البصرة الكرام، هذه اللجان تتعلق بموضوع مناقشة التلكؤ في المشاريع، لا سيما البنى التحتية، وأيضا المشاريع الاستثمارية. توزعنا على 5 لجان، بما في ذلك لجان تتعلق بالرقابة المالية وبالنزاهة وبحقوق الإنسان، فضلا عن لجنتين أساسيتين تتعلقان بالبنى التحتية وبالاستثمار. دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمتابعة، المتابعة الموقعية لكل محافظة للوقوف على العقبات ووضع حلول ضمن توقيتات زمنية محددة لتطوير الواقع الاستثماري بالمحافظة عموما البصرة والمحافظات البقية. النقاط التي نوقشت ركزت على صرف مستحقات البصرة المالية والقروض لمعالجة بناها التحتية، بالإضافة لبحث ملف المياه الذي أصبح الهاجز الأكبر لسكان المدينة. المشاريع التي تمس حياة المواطنين بالذات، وإيجاد معالجات سريعة للبدء لتنفيذ هذه المشاريع وإيجاد بدائل لتمويلها أيضا. 50% من إيرادات المنافذ الحدودية هي حصة المحافظة اللي يقع فيها المنفذ، وهذا معمول به وما يحتاج لأي استثناء. التوصيات التي أقرت سترفع إلى الحكومة المركزية، ومنها ملف البترودولار الذي يعتبر من أهم الملفات التي تعطي البصرة استحقاقها المالي الذي أهمل منذ سنوات.